ولقد تتابع أهل الكفر يا عباد الله على إذاية نبينا صلى الله عليه وسلم منذ عهده عليه الصلاة والسلام إلى زماننا هذا، فلم يسلم نبي الرحمة من أقلامهم وألسنتهم، لم يسلم نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام من أقلامهم وألسنتهم مقالات شنيعة وصور ورسومات أشنع وتمثيليات أفظع، ولعل من آخرها يا عباد الله تجرؤ ذلك المسؤول الهندي على نبينا صلى الله عليه وسلم، ووالله يا عباد الله ما ضر إلا نفسه، وكذلك كل مستهزئ بنبينا صلى الله عليه وسلم ما يضر إلا نفسه، فإن رب العزة والجلال قد بشر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه من استهزأ به، فقال سبحانه وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. قال ابن السعدي رحمه الله: وهذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة، وقد فعل تعالى. فما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا عباد الله يقول جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك أي مبغضك وذامك ومنتقصك هو الأبتر المقطوع من الخير، مقطوع الذكر ومقطوع العمل. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد رفع الله ذكره وكثر أتباعه وأنصاره صلى الله عليه وسلم. ويقول جل في علاه أيضا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نعم عباد الله، هذا هو مآل كل من استهزأ بالرسل وسخر منهم، والله جل وعلا يهلكهم بذلك الكفر والاستهزاء، ويجعل لهم من العذاب الأليم الشديد يا عباد الله. ومن كفاية الله ومن كفاية ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصرف عنه شتم قريش ولعنهم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. رواه البخاري. كانوا يا عباد الله لشدة بغضهم لنبينا صلى الله عليه وسلم لا يذكرون اسمه، فإذا أرادوا به سوءا يقولون: فعل الله بمذمم. ومذمم يا عباد الله ليس من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكفي الله نبيه استهزاءهم وشتمهم ولعنهم، والله المستعان.